هذا وقد أضيء برج القاهرة بشعار الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من أمام برج القاهرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ما هي مظاهر الاحتفال لديك الآن في عيد الشرطة 70؟ برحب بك وبكل متابعينا من أمام برج القاهرة، حيث تم إنارة البرج بشعار وزارة الداخلية وأيضا كتابة تحيا مصر احتفالا بالعيد 70 للشرطة المصرية، والذي يوافق أيضا الذكرى 70 لموقعة الإسماعيلية عام 1952. هذه الذكرى التي سطرت فيها قوات الشرطة المصرية ملحمة نضال وتضحية من أجل الوطن. والآن من خلف برج القاهرة يضاء بشعار وزارة الداخلية وأيضا كتابة تحيا مصر احتفالا بهذا اليوم ومشاركة الشرطة المصرية الاحتفال بعيدها 70، كما نرى الآن شعار وزارة الداخلية على برج القاهرة وأيضا كتابة تحيا مصر. هذه هي اللفتة المهمة جدا خلال هذا العيد، وهو تقديم للشرطة المصرية من كافة المؤسسات مع إداء برج القاهرة الاحتفال معهم بهذا العيد، العيد 70 للشرطة المصرية، والذي وافق أيضا معركة نضال وتضحية لهذا الوطن ضد الاحتلال الإنجليزي. عودة لكم مرة أخرى. نعم، أشكرك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.